بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الغيب هو مهيمن على الشهود، بمعنى أن جميع الأمور التي تجري في العالم فإنما هي بقدرة الله سبحانه وتعالى وتدبيره. ولكن ذلك لا ينافي اختيار الإنسان، فالإنسان مختار، لكن هذا الاختيار بتقدير من الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك الاختيار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مشيئتك واختيارك إنما هو بسبب أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون الإنسان مختارا. ولو كان الله يقدر أن يكون الإنسان مجبورا كالجمادات لكان الإنسان مجبور، لكن الله أعطاك الاختيار. وأيضا اختيارك بمعنى أنك تعمل وعملك يؤدي إلى نتيجة. إنتاج العمل وارتباط العلة بالمعلول أيضا هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى. أنت يمكنك أن تحرق ورقة، لكن النار محرقة. كون النار محرقة فإنما هو بتقدير منه تعالى، ولذا إذا شاء سلب هذا الشيء من النار. يا نار كوني بردا وسلاما. أنت تعمل، عملك ينتج ارتباط بين العمل والنتيجة، هذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ما ينافي اختيارك، أنت مختار، لأن الله شاء أن تكون مختارا. والله سبحانه وتعالى رتب العلة على المعلول بأن جعل علل ومعاليل، فأنت إذا فعلت العلة حصلت النتيجة. ولذلك كل عمل من أعمال الإنسان إنما هو بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، بدون أن يكون جبراً. الآن القاتل يقتل باختيار، يقتل ولكن بقضاء وقدر من الله. يعني شنو؟
يعني الله سبحانه وتعالى جعل جسم الإنسان بحدود، هذه الحدود بكيفية تخترقها الطلقة أو أي شيء حاد يتمكن من اختراق جسم الإنسان. والله سبحانه وتعالى قدر أنه إذا الأعضاء الحيوية في الإنسان توقفت يقبض روحه. ولو الله سبحانه وتعالى لم يكن يفعل ذلك كما في سكين إبراهيم، سكينة حادة بحيث أنه كانت تتمكن كالفأس من تكسير الحجر، لكنها لم تؤثر في حلق إسماعيل عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى هذا القدر الذي جعله في اللحم وفي العظم سلبه في تلك اللحظة من حنجرة إسماعيل. فإذن كل شيء بمشيئة من الله وبقضاء منه وبقدر، مع كون الإنسان مختارا بالطريقة اللي بيناها. لذلك في الحديث لا جبر ولا تفويض، لأن العامة سواء من الأشاعرة أو من الوهابيين، لأنهم تركوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فلذلك أخطأوا في فهم الآيات القرآنية، حملوها على الجابر أن كل الناس مجبورين. والمعتزلة طائفة أخرى من العامة، هؤلاء مفوضة، أنه في عمل الإنسان لا دخل لله سبحانه وتعالى فيه إطلاقا، فأخرج الله سبحانه وتعالى عن التدبير وعن القضاء وعن القدر، وبتعبير بعض الروايات عزلوه عن ملكه بأوهامهم السقيمة. الصحيح لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. زين، عالم الغيب مهيمن على عالم الشهود، ولكن في نفس هذا عالم الشهود الله سبحانه وتعالى في عالم الشهود جعل أسباب ومسببات، هذه الأسباب والمسببات تتكرر، لأن القضية إذا لم تتكرر هي مو أسباب ومسببات. النار دائما محرقة مثلا، سبب ومسبب، مع هيمنة عالم الغيب على عالم الشهود. والله سبحانه وتعالى في أفعاله كما أن هناك موجود الجانب الغيبي، موجود الجانب الطبيعي في كل شيء، والاستثناءات قليلة جداً. يعني حتى معاجز الأنبياء، معاجز الأنبياء ما جاءت لتغيير المعادلة التكوينية، معاجز الأنبياء جاءت بشكل عام لإثبات صدق مدعي النبوة، لأن الناس قد يدعون النبوة، هذا صادق لو كاذب. شلون تميز أنه هذا صادق لو كاذب؟ عن طريق المعجزة. وإلا الرسول صلى الله عليه وآله هل بالمعجزة تقدم؟ كلا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، 80 أو أكثر من 80 غزوة وسرية خلال 10 سنوات، يعني كل سنة 10 غزوات وسرايا كل سنة، يعني تقريبا كل شهر ونصف الرسول صلى الله عليه وآله مبتلى بحرب. والمسلمون إذا عملوا حسب الأمور الطبيعية وحسب القوانين وحسب أوامر الرسول ينتصرون كانوا، وإذا ما عملوا كانوا ينهزمون كما صار في أحد. فرسول الله وهو خير الخلق، الله سبحانه وتعالى يأمره بأن يتخذ الأسباب الطبيعية، وعن طريق تلك الأسباب الطبيعية يوصل إلى النتيجة. ولو في يوم من الأيام الأسباب الطبيعية ما ترتبت كما في أحد، ينهزم المسلمون، ينهزم المسلمون مع أن قائدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي معركة صفين لا يتمكن جيش الإمام عليه الصلاة والسلام من الانتصار، مع أنه كان على قاب قوسين أو أدنى من الانتصار،
بحيث أن معاوية ركب جواده كما ينقل ابن أبي الحديد، ركب الحصان وراد ينهزم. يعني القضية وصلت إلى اللحظات الحاسمة، لكن لأن الخوارج هؤلاء بسبب أنه كان أفهامهم أفهام سقيمة، هؤلاء جردوا سيوفهم على أمير المؤمنين، إما أن توقف الحرب وإما أن نقتلك، فاضطر الإمام أن يوقف الحرب، والنصر قاب قوسين أو أدنى من تحققه. وذاك كان في بداية الواهن، لأنه بعد صفين بدأ حكم معاوية يعلو يوما فيوم، وجيش الإمام أمير المؤمنين يوم على يوم كان في ضعف. شنو السبب؟ السبب خلل في القيادة؟ لا، القائد إمام معصوم. السبب خلل في القاعدة. بالنتيجة إذا أكو أفضل القادة لكن الجيش ما يطيعه، هذا الجيش ينتصر؟ لا، لا رأي لمن لا يطاع. فالله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم هل تدخل غيبيا لنصر المسلمين في معركة أحد؟ كلا، لأنهم هم الذين بسوء اختيارهم وأنه فكروا في الدنيا زين وخالفوا أمر الرسول، هم الذين سببوا الفشل والهزيمة. إذا واحد هو سبب الفشل والهزيمة، بعد لازم لا يتوقع من الله أن ينصره، لأن الله وعد إن تنصر الله ينصركم. أما إذا لم تنصر الله، الله ما راح ينصرك. وفي معركة الصفين الله سبحانه وتعالى لم يتدخل غيبيا حتى ينتصر جيش أمير المؤمنين بالنصر الظاهري العسكري. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس خربوا السبب للانتصار. السبب في الانتصار المواصلة وعدم التعب وإطاعة الرئيس في الحرب. ولذلك حتى في عالم اليوم اللي عالم ديمقراطي يقول ديمقراطية كل في كل شيء موجود إلا في الجيش ماكو ديمقراطية. أنت الجندي لازم تطيع أمر القائد في الحرب، ماكو ديمقراطية هنا. فعلى كل حال المقصود أنه الله سبحانه وتعالى في كل شيء جعل أسباب طبيعية. طبعا المهيمن هو الغيب، لكن الجانب اللي مرتبط بينا اللي هو السبب الطبيعي، إذا إحنا ما عملناه النتيجة ما راح تصير. الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا العالم يملأه عدلا وقسطا بعد أن ملئ ظلما وجورا، هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى وتقدير حتمي ولا مبدل لكلمات الله سبحانه وتعالى، ولكن جعل له أيضا سبب طبيعي. هذا السبب الطبيعي في يوم من الأيام راح يصير، ولكن إذا أسرع صار هذا السبب الطبيعي راح ذاك اليوم يكون أسرع، وإذا ذاك السبب الطبيعي ما صار ما راح يكون، راح يتأخر. هسه الإمام 1200 عام وأكثر غائب، إذا ذاك السبب ما تحقق فد 1000 سنة أخرى، 2000، 3000، 10000 سنة أخرى هم يتأخر. لكن ذاك السبب إذا تهيأ يمكن هذا اليوم يصير وباكر يصير. الحديث الشريف إن الله يصلح أمر المهدي في ليلة، في ليلة. ليش؟ لأنه في تلك الليلة أو في ذلك الوقت السبب الطبيعي تحقق. فالله سبحانه وتعالى جانب الغيب يحركه حسب إذا جاز التعبير، اللي هو المهيمن على عالم الشهود. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: ولكن أعينوني بورع واجتهاد. في تفسير الآية الشريفة: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. في الحديث أكو أحاديث مستفيضة أن تأويل هذه الآية في أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام المهدي، هؤلاء نائمون في فراشهم في بيوتهم في شرق الأرض وغربها،
يصير وقت الظهور يستدعون الصبح، أهلهم عائلتهم أقربائهم يقومون يجدونهم مفقودين من فرشهم، ما موجودين. هؤلاء يجتمعون مع الإمام عليه الصلاة والسلام. إذا القاعدة المؤمنة التي على تلك القاعدة يقوم الإمام عليه الصلاة والسلام أي زمان توفرت فالإمام يقوم، لأن الإمام عليه الصلاة والسلام تكليف شنو؟ تكليف التبليغ وإقامة العدل، هذا واجب على الإمام، على كل الأئمة، على كل واحد من الأئمة واجب أن يقيم العدل. بس إذا لم يتمكن حسب الأسباب الظاهرية، حسب الأسباب الغيبية، فكل الكون بيدهم بإذن الله، لكن الله مقدر أنه الإمام أو الرسول لا يتصرف في أمور الكون مع قدرته إلا عن طريق الأسباب الطبيعية. فإذن إذا القاعدة التي يبتني عليها ظهور الإمام، لأن الإمام عليه الصلاة والسلام إلى ولاة، إلى حكام، إلى جيش، ذولا ما يمكن أن يكونوا من الناس ضعاف الإيمان حتى تتكرر قضية صفين. قضية صفين خب جيش الإمام كان مجموعة من الناس ضعاف الإيمان، وذولا كان عقيدتهم بالإمام غالبهم أنه هذا حاكم، وطبيعي أي حاكم عندما يعلن النفير الحار العام ويستدعي الشعب إلى القتال، بالنتيجة الشباب طوعا أو كرها ينضمون إلى القتال. هذا في كل مكان من العالم في طول التاريخ موجود. فذول غالبهم كانوا ينظرون إلى أمير المؤمنين بهذا المنظار، حاكم بويع الآن هو حاكم علينا، أعلن النفير العام، إحنا منروح في الجيش وياه. وما كان اعتقادهم بالإمام أنه هو الإمام المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى، أو الإمام المفترض الطاعة، ما كان هكذا عقيدتهم. لذا في أول امتحان أو أول خلل، خلاص هذا حاكم على رأيه مو صحيح، مو فقط رأيه مو صحيح بل كفر هكذا والعياذ بالله. إذن تعجيل الفرج أو تبعيد الفرج هذا مرتبط بواحد واحد منا، لأن إذا هذه القاعدة تهيأت الإمام تكليف أن يقيم العدل، فراح يقيم العدل، لازم يظهر بأمر من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا هذه القاعدة لم تتمهد زين، الإمام لا يتمكن من الظهور لأنه مو مأمور بأن يعمل بقدرته الإلهية، مأمور بأن يعمل بالأسباب الظاهرية. إحنا بعض الأحيان عندنا نظرة خاطئة أن الإمام عندما يظهر كل شيء بالمعاجز راح يصير، ماكو هذا الشيء، أكو معاجز، مو أنه ماكو معاجز، لكن الأمور غالبها بالطرق الطبيعية، الإمام بالطرق الطبيعية راح ينتصر على أعدائه وليس بالإعجاز فقط، مع وجود الإعجاز. بعض الأحيان البعض يسألون أن الله سبحانه وتعالى لماذا حفظ عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام؟ هل قد أنبياء قتلوا؟ هسه إذا عيسى كان يقتل شنو كان يصير؟ أنبياء قتلوا، أئمة قتلوا وهم أفضل من عيسى، والله سبحانه وتعالى لم يرفعهم إلى السماء. خصوص عيسى الله رفعه إلى السماء وأبقى حي ولحد الآن هو حي، وأنه بعد ظهور الإمام الله سبحانه وتعالى سينزل عيسى مرة أخرى إلى الأرض فيصلي خلف الإمام في بيت المقدس، وبعد ذلك يموت بميتة طبيعية والإمام يصلي عليه ويدفنه. زين لماذا الله سبحانه وتعالى حفظ عيسى لحد الآن؟ لعله كما يقول بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى في حين ظهور الإمام المهدي يريد الإمام عليه الصلاة والسلام بطرق طبيعية يبسط العدل على كل الكرة الأرضية. زين الآن أكثر الأديان اتباعا شنو هو؟
النصرانية. يقال أن المسلمين عددهم أكثر، لكن بعض الإحصائيات تقول النصارى أكثر وهم الأقوى، يعني القدرة العالمية والفلوس والسياسة والاقتصاد والجيش وكذا كل بيدهم. فإذا الإمام عليه الصلاة والسلام ظهر، طبعا ذول راحوا يحاربون الإمام. فعيسى مدخر لهذا الوقت، عندما ينزل والنصارى يرون عيسى وهو يصلي خلف الإمام عليه الصلاة والسلام، ذاك الوقت راح يؤمن أكثرهم. ليش؟ لأن أكثر الناس مو معاندين، أكثر الناس جهلة. يعني الآن ذول النصارى اللي الآن موجودين بالعالم، ذول يعتقدون بأن الإسلام هو الصحيح ولكن يعاندون مع ذلك؟ لا، غالبهم يمكن 99% منهم يتصورون أن دينهم على حق ويتصورون الإسلام على باطل. وعندما يرون الإرهابيين والتفجيرات وكذا والفكر السلفي والوهابي وكذا يزدادون عقيدة بما يزعمونه من بطلان الإسلام. فذول مو معاندين. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نعم أكو ناس معاندين فيهم، كما في العامة، كل العامة ذول معاندين؟ لا، غالبهم ناس بسطاء بسبب الجهل والتعمية وعدم وصول الحق إليهم، لا يعتقدون بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهي مسؤوليتنا أن نوصل عليه، نوصل الفكر الحق للعالم، مسؤوليتنا يعني كل واحد من عندنا. فغالب الناس جهلة غير معاندين، إذا عرف الحق وعرف أنه هذا حق راح يتبعه. فلذلك عندما عيسى ينزل والنصارى راحوا يؤمنون بالإسلام، هذا عيسى اللي إحنا ننتظره نزل بعد. واليهود أيضا هؤلاء ينتظرون عيسى، لأن في التوراة تبشير بعيسى موجود. وعيسى عندما جاء على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وأظهر المعاجز، غالب اليهود أنكروه، قالوا أنت مو عيسى المبشر به في التوراة، أكو واحد آخر. ولذلك اليهود لحد الآن ينتظرون عيسى. فذولا إذا شافوا عيسى إجا، لأن هسه كم واحد معاند؟ هؤلاء المعاندين، هؤلاء المعاندون لا علاج لهم إلا الاستئصال، لكن الغالب مو معاند. فلذلك الكثير منهم راح يهتدي. يعني المقصود أن الله سبحانه وتعالى، صحيح أكو جانب غيبي في قضية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن غالب الأمور أمور طبيعية. ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام عندما يقول أدعو أدعو دعاء، خذ دعاء مو فقط لقلقة لسان، هذا خذ مو دعاء، الدعاء لسان وقلب وعمل، وإلا في الحديث الداعي بلا عمل كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. شايفين القوس بفتح حبل؟ يوضع السهم في الحبل ثم يسحب ويرمى. بس إذا هذا القوس ما بيه حبل، راح يمكن رمي السهم؟ ما يمكن. الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. فعندما يقول أدعو للإمام، أدعو للفرج، فإن في ذلك فرجكم، في الدعاء فرجكم. عندما يقول أنت هيئ نفسك، يعني شنو هيئ نفسك؟ يعني هم أصحاب الإمام من هم؟ معصومين مثلا؟ ناس جايين من كوكب آخر؟ لا، ناس عاديين مثلنا، لكن وصلوا بمستوى المسؤولية بتهذيب النفس، بالعمل الصالح، بالتقوى، بتربية الأخلاق الحسنة في أنفسهم، وصلوا إلى درجة عالية. ولا شنو الفرق بيننا وبينهم؟ أكو فرق، إلا أنه بعض الأحيان نحن كسولون، لأنه بالنتيجة الإنسان الطاعات مو سهلة. لماذا؟ لأنه كل ما النتيجة تكون أهم، المقدمات تكون أصعب. يعني إذا فد واحد يريد يصير طبيب، لازم 20 سنة يدرس ويطالع
ويبتعد عن أهله زين ورغباته، يبتعد عنها مشاهدة التلفزيون والمباريات وما أدري كذا كذا، كلها يوخرها ويلصق بالدرس لصقا حتى يوصل إلى درجة طبيب زين. فد واحد يريد يوصل للجنة وهي غاية المنى وأفضل شيء الإنسان يتمناه، بالسهولة يصير؟ وما يصير في هذه الدنيا. أي شيء تريده كلما النتيجة أهم، الطريق إلى تلك النتيجة يكون أصعب. المتنبي يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم. السيادة على الناس هذا أمر سهل، يعني فد واحد يصير مثلا فد وجيه في المجتمع، يصير فد رجل من العلماء الكبار مؤثر، هذا سهل؟ لا، يحتاج له. لولا المشقة ساد الناس كلهم، لأن الجميع يحب السيادة. الجود يفقر والإقدام قتال. يعني هذا شلون يصير من السادة يعني الشريف في قومه؟ إما أن يكون جواد، وإما أنه يقاتل حسب العقلية البدوية، يقاتل والقتال يمكن يؤدي إلى قتله. فلذلك أي نتيجة تريدها إذا سهلة مقدماتها هم سهلة، إذا النتيجة عظيمة مقدماتها تكون صعبة. فتريد أن تنال الجنة بالتمني مثلا؟ كلا، إحنا نريد أنه الله سبحانه وتعالى يحشرنا مع محمد وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام. هكذا بدون عمل، بدون تقوى، بدون ورع. يعني الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام طول عمره صارف بالعبادة والزهد والتقوى زين والجهاد بالكلمة والدعاء وتربية الناس وما إلى ذلك، هو يدخل في جنة، وأني في نفس مقام راح أكون وقضيت وقتي في الكسل والفشل. يصير هذا خلاف عدل الله، خلاف عدل الله سبحانه وتعالى، والله عادل وحكيم. يعني إذا مثلا في امتحان أخير السنة الطالب اللي كل وقته صارفه في الدراسة، المعلم الطالع درجة 100% زين، والطالب الكسول هم الطالع 100%، هسه نقول أنه شنو يتضرر الطالب المجد أنه إذا أعطي للطالب الكسول درجة 100%؟ هذا ظلم للطالب المجد، ظلم إليه. الله سبحانه وتعالى ليس بظلام. فلذلك في الحديث الشريف إن الله لا يخدع عن جنته. أنت تاجر ما تقدر تخدعه في فلوسه في تجارته في كذا، تريد تخدع الله سبحانه وتعالى؟ يعني أي واحد يريد يخدع الله سبحانه وتعالى في جنته؟ لا يمكن هذا الأمر. فإذن إحنا إذا عدنا انتظار حقيقي للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن في أيام تقارب أيام ميلاده، المفروض أن نكون بمستوى المسؤولية. لأنه إذا ما نكون بمستوى هذه المسؤولية، يمكن في ظهور الإمام نسقط في الامتحان. أكو ناس هؤلاء يحاربون الإمام أصلا، يجردون السيف. أكو ناس يقولون ارجع لا حاجة لنا بك، وطول عمرهم منتظرين الإمام يعني حسب زعمهم، ارجع لا حاجة لنا بك. والدليل على ذلك قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هي قضية الإمام الحسين مو قضية وحدها، أكو مئات القضايا من مثلها. في قضية الإمام الحسين غالب الناس خذلوا الإمام عليه الصلاة والسلام. هسه إذا ما جرد سيف على الإمام، خذل الإمام عليه الصلاة والسلام، ما صفى إلا مجموعة قليلة على أكثر التقادير 120 واحد مثلا. في قضية صحابة الرسول صلى الله عليه وآله في غزوة أحد، كلهم انهزموا إلا القليل جدا، حتى القرآن ذمهم: إذ تصعدون ولا تلوون. في بدر، لأنه جيش المسلمين من اللحظة الأولى انتصر،
فمجموعة قالوا إحنا يا ريت كنا نقتل نستشهد في سبيل الله كذا، بس لقلقت لسان كان في يوم الأحد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل. يلا في أحد دشرتوا. البعض يقول مثلا بس أهل الكوفة خذلوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لا، هاي طبيعة كثير من الناس. مو في معركة أحد، هسه تقول أحد في أول الأمر، في معركة حنين في السنة الثامنة من الهجرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هذا امتحان آخر، أكثرهم سقطوا بعد وفاة الرسول ورحيله، الأكثر سقط. وهكذا زين ليش؟ وذولا كانوا يتمنون الشهادة في يوم بدر، بس يوم أحد شردوا، كتبوا رسائل للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أقدم على جند مجندة لك. وبعدين بس ما الأوضاع تغيرت كلهم خذلوا، وبعضهم أصلا صاروا ضمن القتلة أصلا. وإذا إحنا هم يعني إحنا استثناء، يعني هم مو استثناء، إحنا إذا لا نعينهم بورع واجتهاد، الورع عن المحرمات، الاجتهاد يعني بذل الجهد، ذاك الوقت قد نخذل والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى أكو في حديث، فلما أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا النصر. الله سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء الجماعة صادقون فأنزل عليهم النصر. إذا الله سبحانه وتعالى يشوف إحنا فينا أناس بمستوى المسؤولية من حيث الورع والتقوى يمكن أن يكون عون الإمام عليه الصلاة والسلام في تدبير أمور الخلق، ذاك الوقت الله سبحانه وتعالى رح يعجل في فرجه، وإلا فالله سبحانه وتعالى ما رح يعجل. فإذن القضية هي كلها بتدبير من الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، ولكن يحتاج من عندنا جهد. خبصيا احنا شنو نسوي؟ اولا العلم، انما يخشى الله من عباده العلماء. مو المقصود من العلماء يعني رجال الدين والعلماء فقهاء، يعني العلماء يعني العالمون الذي يعلم. يمكن انت تكون موظف او صاحب محل او تاجر او متقاعد ولكنك تكون عالما، لان العلم مبذول، وهذا يستدعي المطالعة والسؤال وحضور مجالس العلماء. المطالعة، ومع الأسف نسبة المطالعة الآن في العالم العربي والعالم الإسلامي جدا متدنية ومنخفضة. حتى تقرير قبل 15 سنة في إحدى الدول الخليجية، معدل المطالعة لكل إنسان في طول السنة 3 دقائق. الكتب موجودة بمستويات مختلفة، العلماء موجودون بحمد الله في كل مكان. بعدين الآن التقنية الحديثة بعد مسهلة كل شيء، أنت قاعد ببيتك تتمكن عن طريق الكمبيوتر تسأل أسئلتك، ومواقع كثيرة موجودة. فالعلم وما يعقلها إلا العالمون، هذا أولا. الشيء الثاني الورع، بمعنى أن الإنسان دائما في أي لحظة من اللحظات، أي عمل من الأعمال، يشوف أن في هذا العمل رضا الله موجود أو ما موجود. فإذا كان فيه رضا لله سبحانه وتعالى عمله، إذا ما فيه رضا لله سبحانه وتعالى يتركه. واللطيف في الأمر أن الله سبحانه وتعالى مهد كل شيء، يعني إذا الإنسان يريد يكون متقي يمكن، صحيح يحتاج لشوية يعني مقاومة الإغراءات النفسية والخارجية، بس يمكن، مو أنه لا يمكن، لأنه إذا ما كان ممكن العقاب مو معقول الله يعاقبك على شيء
غير مقدور إلك، هذا الظلم. فهو مقدور بس يحتاج إلى التفات، شوية جهد وجهاد مع النفس. فالعلم والورع والعمل، يعني مثلا الإنسان يحضر صلوات الجماعة، هذا جدا مهم، لأنه غير الجانب المعنوي اللي موجود والجانب الروحاني والثواب وما إلى ذلك، صلاة الجماعة رب الإنسان أصلا. المجالس الإنسان يحضرها، يقول بعض الناس ما يحضر المجالس، يقول ليش ما تحضر المجالس؟ يقول كلام مكرر. زين، نفرض أن كلام مكرر، أنت ما تصلي باليوم 5 مرات، كله مكرر، الحمد كله مكرر، السورة عادة الإنسان يتخذ سورة واحدة كله يكررها، الذكر كله مكرر، كل يوم مو تأكل طعام، جسمك ما يحتاج إلى طعام، خذ طعام كل يوم مكرر. زين، ذكر الله سبحانه وتعالى مستحب، كرره. قل ليش كرره؟ صحيح إذا مطالب تكون نافعة وجديدة أفضل، لكن حتى إذا ماكو مطالب جديدة، نفس هذا يركز. قبل كم سنة ذكرت لبعض الأخوة، نقل لي بعض الأخوة من السعودية، أن المجتمع الشيعي حسب ما يقولون هم أكثر تدينا من غير المجتمع الشيعي، مع أن المجتمع الشيعي محاصر ومحارب، وأنتم أحسن من عندي تعرفون الأمور، التدين أكثر. شنو السبب؟ السبب من الأهم الأسباب هي المجالس. وذاك إذا حضر خطبة الجمعة، إذا حضرهم، الكلام جريدة جاية من وزارة الإعلام، أما هذه المجالس والمناسبات دائما موجودة حتى لو كلام مكرر. هذا يركز الأمر في نفس الإنسان، يصقل نفس الإنسان. سابقا المجالس البيتية في كل مكان كانت كثيرة، والآن الحمد لله أيضا كثيرة، لكن كل واحد إذا تمكن أن يكون في بيته مجلس، هم هو يستفيد، هم أولاده يستفيدون. هسه هذا قطع النظر عن الجانب المعنوي من البركة ونزول الملائكة، وأن البيت الذي يذكر فيه أهل البيت ويذكر فيه الله ويذكر فيه الرسول، الله سبحانه وتعالى ينظر إليه بنظرة رحيمة. واحد يربي أولاده، وكثير من الأولاد ما يحضرون مجالس، بس في البيت هو مجبور، بعد بيت والده، بيت عمه، بيت خاله، بيت أقرباء، يعني بعض الأحيان الحضور هم يكون حضور بسبب التزامات اجتماعية، هم يخالف. المجالس المنزلية في كل منزل، لا تقول أنه أنا بيتي ما بي صالة وما عندي فلوس وما عندي كذا، لا، حتى لو غرفة، حتى لو بس شاي تعطي، حتى لو لا تعطي أي شيء، الله سبحانه وتعالى يبارك لك ولأهلك ولأولادك ولذريتك ولمجتمعك. الآن النصارى نفس فكرة المجالس الحسينية البيتية اقتبسوها من نقطة قوة، يعرفوها هذا الشيء، والآن بدأوا بالكنائس البيتية. هسه في الدول الإسلامية لا يتمكنون بشكل علني يبنون كنيسة ويجتمعون وما أدري كذا. الآن في إيران بلد إسلامي شيعي ما يسمحوا لهم يبنون كنائس جديدة، كنائس بيتية بالبيت، وما حد يدري، لا الأمن يدري، لا المخابرات تدري، لا كذا، مجموعة جايين كدعوة. حتى في قم سووا هذه المجالس الكنائس البيتية، في مشهد مسويها، وعن ذلك الطريق يحاولون أنه يحفظون أهلهم وأيضا يجذبون ناس. المشكلة أنه إحنا نقاط قوة عندنا نفرط بها، وآخرين يستفيدون من تلك النقاط. العلم والورع والمجالس والمواظبة فيها، صلاة الجماعة، تلاوة القرآن، هذه الأمور التي هي مضافة إلى جانب البركة تهيئ الإنسان إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى تهذيب النفس، بحيث أنه عسى ولعل يكون صالحا من أن يكون من جنود الإمام عليه الصلاة والسلام، ويمكن إذا شوية تعب أكثر على نفسه يكون
من الرؤساء في جيش الإمام، وإذا تعب أكثر يكون كما في ذلك الحديث كمن كان معه في سرادقه، يعني في خيمته مع الإمام عليه الصلاة والسلام، يعني الرعيل الأول. يمكن هذا الأمر. فإذن علينا جميعا أن نهيئ أنفسنا إلى أن نكون جنود للإمام عليه الصلاة والسلام. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها